هيهات أن تجف السهاد عيوني أو أن داعية الأسى تجفوني أنا ويوم القف قد أضرم في الحشا جذوات وجد من لظى سجيني يوم له يوم أبو الفضل استثارت يوم أبو الفضل استثارت بأسه خير الفواطم من بني ياسين يوم له في القف أنسى أهله حرب العراق بملتقى صفين ودعته داعية القضاء لشهادة كتبت له في لوحها المكنون فثنى مكردسها نواكص وانثنى والنعم منك أبو فاضل فثنى مكردسها نواكص وانثنى بنفوسها سلب القرير عيوني حتى إذا ما غاص في أوساطهم مستعدين المؤمنين الليلة لأبو فاضل الليلة الإمامة بكت على أبي الفضل الحسين بكى عليه آي 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 حتى إذا ما غاص في أوساطهم بسداد جيش بارز وكمين سعد الله قلبك أبا عبد الله حسموا يديه وهامه حسموا يديه وهامه ضربوه فيه أريد أن الليلة بعد ما أوصيك ولا أحشمك أنت براحتك بعد يستاهل العباس أن ونع لي الليلة نمشي نندب حسموا يديه وهامه ضربوه فيه عمد الحديد فخم وخير وينك فمشى إليه
الصبط ينعاه كسرت الأرض كسرت العين ظهري يا أخي ومعي قاعد يم راسه خويا العذر شنه من اروح الخيمة تسكينا وتناشدني يا ابو يا حسين يا عم الفحل وين شجاوبها اقلها يا نقطعت تشوفه يا سكين أقلها يا نقطع ويقطع تجفوف يا وصاب وبالسهم وويلا وعباسة عين عين أبويا وهامت عمك العباس يا أبويا العمد هاشم طاح وصايا صوتك صوتك وياي طاح وصاح يا اخويا ترى عنا يا يكرح عداك هشما يا وراسي وعلى يا الغبرة طحري باللي جرى صوت عميدة جاهي وقاف عنده وصراخ لعضيد هذا الشطر كمل انت عباس عقبك للعمر ما ريده ما ريده عباس عقبك للعمر يا عتل ظن خويا يا خويا حلوين الاخوة لا واجب له من بعيد وما احلى قبلهم ليلة العيد زينب زينب اويلي محلى الاخت لو عدها خوان تعيش مدللة وما يامتنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين رحم الله عمنا العباس فلقد آثر وأبلى وجاهد دون أخيه الحسين
حتى قطعت يمينه وشماله، فعوضه الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة. وإن لعمنا العباس منزله يغبطه عليها الشهداء والمقربون. قضى الله حوائجنا وحوائجكم بحق أبي الفضل وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يا ريت الشباب شوية قوموا لي جاي، تعالوا رحم الله والديكم. شبابنا شوية تحركوا، قوموا عيوني. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد، حصل لك ثواب ما دام ذكرت الإمام. انهض وتقدم شوية زايد على المنبر، خصوصا اللي يم الباب، جزاكم الله خير. الإمام يقول رحم الله عمنا العباس، هذا ليس دعاء. يعني مرة أكو فرد إنسان تقول له الله يرحم والديك أو رحم الله أباك، تتمنى من الله أن يرحمه، هذا دعاء. الإمام يتكلم عن مصداق، عن حقيقة، يعني إن الله سبحانه وتعالى قد رحم عمنا العباس، بلغ إلى مرتبة عند الله استحق فيها الرحمة أن يرحم. شخصية العباس صلوات الله وسلامه عليه حقيقة يقف الواقف وهو في حيرة من أمره، عن أي شيء يتكلم، وعن أي جانب من شخصية هذا الفذ البطل الشجاع الهمام المقدام الذي ادخره أبوه أمير المؤمنين ليوم عاشوراء لنصرة الحسين، يكون عونا لولدي الحسين. لكن احنا نسأل، نسمع بالمقتل ونقرأ في الكتب أن العباس كانت مهمته في يوم العاشر مهمة كانت هي سببا لتسميته بساقي عطاشا كربلاء، سقى الماء. راح طبعا مو مرة واحدة، هم نزلوا يوم اثنين تقريبا بمحرم، عسكروا في كربلاء في الصحراء، بدأ عليهم الحصار في اليوم الخامس والسادس، وأكثر ما يكون من يوم سابع إلى يوم تسعة إلى يوم عاشوراء، يعني حصار مشدد. عمرو بن الحجاج الزبيدي نزلوا الكيا بخيل ورجال بأربعة آلاف مقاتل، ذولا مهمتهم شنو؟ مو يقاتلون، ذولا يسوون فرد سد وحاجز مانع ألا يصل أحد إلى الماء، منعوا الماء عن الحسين وعياله حتى الأطفال. لكن الملفت للنظر قبل أن نطرح التساؤل أن هنالك قول للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقسم به، يقول والله ما عطشت علوية ولا صبي ولا اشتكى أحد منا العطش وعمنا العباس على قيد الحياة. ما دام موجود كان الماء متوفر يجيب لنا الماء. يوم سابع طبعا هو ما استشهد يوم سابع، اختص أنه إلى هذا اليوم. يقولون أكو حدث صار في يوم سابع من اشتد الحصار على أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. اليوم السابع العباس حمل القربة، أخذ الرخصة من أخوه الحسين سلام الله عليه، أذن له أن يصل إلى نهر العلقمي. نهر العلقمي مولانا كان مسافة بعيدة عن المخيم، ليس بقريب، لأن هم الأعداء من حاصروا الحسين، ومن كان الحر بالطريق قبل توبته طبعا كان على إمرة ألف مقاتل، منعوا الحسين أن لا يدخل إلى الكوفة ولا يغادر أرض كربلاء. طوقوا الحسين، صاروا يبعدونه بكل ما عندهم من وسائل للضغط، بعدوه عن طريق الكوفة الدخول إلى الكوفة، وبعدوه أن لا يكون محاذيا إلى النهر. العباس طبعا من شاهد هذه المؤامرة كان يبذل قصارى جهده في أن يحمل الماء، يعني مهمته على ما تذكر رواية تاريخية بعضها أكثر من 30 حملة كانت عند العباس إلى نهر العلقمي، قدرون بمسافة بعيدة عن المخيم. هذا يحتاج أن يوصل يملي القرب ويرجع. زين القرب اللي يمليها هو شخص واحد يروح،
ايش تتصور يعني بس الاطفال اكثر من 80 طفل وطفله، الحريم فقط اكثر من 80 امراه رجال، وهذا الحر اللاهب في وسط الصحراء يعني قرب ايش تريد تكون تسقي؟ ايش تكفي؟ على اي حال، فلذلك اضطر صلوات الله وسلامه عليه لشديد همته ان الحسين خرج صلوات الله وسلامه عليه، فرأى العباس يحفر في الأرض، يحفر لفرد حفيرة بالأرض خلف الخيام. سأل الحسين: أخي ماذا تفعل؟ طبعا العباس رجل عالم ليس بقليل القدر، وليس بالإنسان المتسرع أن يعمل شيء دون أن يعرف أمره أو لم يدرس عواقبه. هذا تغذى من علم المعصوم، نشأ مع المعصوم، عاش وعاصر ثلاثة من المعصومين في وقته: أبوه، أخوه الحسن، أخوه الحسين. فسأله: أخي ماذا تفعل؟ قال: أخي إن القوم كما تعلم يا ابن رسول الله. طبعا العبارة على ما يذكرون المؤرخين بحياته كلها ما قال إلا أخي أبدا، كل سيدي مولاي يا ابن الزهراء يا ابن أمير المؤمنين. سيدي إن القوم كما تعلم منعونا أن نصل إلى الماء، وإن الصبية ازداد عطشهم وصاروا يصرخون من شدة الظمأ، فأنا كان عندي فرد خطة، فرد أمر أنا جاي بي أن أحتفر لهم بئر في هذا المكان، أحفر لفرد بئر أستخرج الماء منه. التفت إلي الحسين قال: أخي عباس، لو حفرت البئر ونزلت فيه إلى تخوم الأرض لم تخرج لك قطرة من الماء، لأن اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن نموت عطاشا. هذا البلاء اللي صب رب العالمين في كربلاء قد شمل الجميع الكبير والصغير، يعني حتى عبد الله الرضيع اللي طلع الإمام يتوسل إلهم يقولهم: إذا كنتم تخافون أن أنا أتناول من الماء خذوه واسقوه بأيديكم. وسيلة خسيسة للضغط على الحسين من أجل أن يستسلم، ضيقوا عليه الحصار في مسألة الماء، في قضية الماء كانت للعباس همة. هنا هنا التساؤل اللي أرد أطرحه اللي ذكرته بالبداية، قول الإمام أمير المؤمنين لعقيل: اخطب لامرأة ولدتها الفحول. من نجي إلى حدث الواقعة ونقلب صفحات التاريخ لم نرى أن إلا أن العباس هو الشخص اللي دعا الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يأتي بالماء للعيال والأطفال، املأ هذه القربة واسق العيال والأطفال، هاي مهمته. طلع لنهر العلقمي صار هالحدث عليه، قتلوه هناك على النهر. زين أمير المؤمنين متدخل لأي مهمة لأي أمر؟ احنا ببالنا انه يكون المهم والاهم ان العباس يحمل السيف ويكثر القتلى في القوم في الاعداء. لا، الامام كانه يريد يحرف لي هاي الحقيقه او يغيرها، يغير مسراها، يريد يفهمني بان التضحيه لم تقتضي الا ان يحمل العباس السيف ويقاتل. من يجي الامام يزوره شي ذكره يقول له: اشهد لك بالتصديق والتسليم والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصبط المنتجب والدليل العالم. شوف زيارته من تقراها العباس تلقى بيها كم شهادة من المعصوم إليه: أشهد أنك لم تهن، ما تضعف ولم تنكل، ما نكلت الحسين بالحسين. أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون، أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. هذه كلها للعباس. من هو العباس وماذا صنع العباس في يوم عاشوراء؟ يعني احنا من نجل التاريخ، ترى التاريخ هذا اللي احنا نتناوله، احنا لم يصل الينا كل شيء عن اهل البيت عليهم السلام. خلي بالك، اول شيء الحملات كانت شنيعة من اعداء اهل البيت، بني امية اخذوا لهم فرد وطر، اجوا من بعدهم بني العباس، وهكذا. احنا ما ننسى انه السياسات الجائرة اللي كانت تفترض علينا ان لا نقتني في بيوتنا كتاب ديني بسيط، كتاب ديني ماكو، الكل يذكر من الاخوة والاعزاء
أنه كانت الكتب توضع في البيت تحت الأرض، نحفر لها حفر بالأرض وتندفن. ويا سبحان الله، العلم لا يمكن أن يكتم أو يحفظ في مكان آخر إلا في الصدور. تجي تخلي لك أي شيء تحت الأرض الدفنة، ما تجي إلا تلقاه يعني قد يكون متأثر بشيء بسيط، إلا العلم يا سبحان الله. كتاب ما تلقاه لفد الشيء بعد منتهي. هذا أولا. إذن التاريخ بيد من انكتب؟ بيد أعداء أهل البيت. أقلامكم مأجورة. هسه من يجيك هذا تجي إلى مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني، ترى بالمناسبة الفرج الأصفهاني رجل أموي عند ميل لبني أمية، لكن هو ما نعرف أن الله قد يكون سخر له الشيء أن كتب عن آل أبي طالب وعن مقاتلهم ومصارعهم، بس خلى دس السم بالعسل بهم. من يجي إلى شخصية العباس يتحدث لك عنه، يجذبك بحديثه شلون أنه خرج العباس شلون، لكن يدس لك هنا في هذه القضية. من يجي إلى أخوته ويريد يطلعهم يقول لهم تقدموا يا بني أمي حتى أرثكم، أخذ نسوانكم، أخذ أموالكم، أخذ ما عندكم، قدموا أنتوا روحوا طلعوا حتى نور. زين إذا يكون هذا منطق العباس سلام الله عليه، لماذا جاء إلى أخيه الحسين قائلا أخي قد ضاق صدري وأريد أن أخذ بثأري من هؤلاء المنافقين؟ لكن هاي مو نفسية العباس، هذا نفسية الكاتب. قال لإخوته تقدموا حتى أرزأ بكم، حتى أنصاب بكم، حتى أنصدع بكم وأتألم. هذا نوع من أنواع التحمل، نوع من أنواع الصبر والجهاد والتضحية، أنا أقدم أخوتي قدامي وكان أكبرهم. زين خل نجي شوية إلى بعض صفاته صلوات الله وسلامه عليه لكي تكشف لنا مقام عند الله وعند أهل البيت. أهل البيت طبعا بالواقع كلهم يجلون قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه. احنا عندنا اعتقاد أن المعصوم إذا مات لا يتولى أمره إلا المعصوم. شنو يعني؟ يعني اللي يغسله ويكفنه واللي يصلي عليه ويدفنه، من هو المعصوم اللي ينوب من بعده اللي يجي وراه؟ يعني مثلا الإمام الحسن من تولى أمره؟ حسين. إمام الحسين من تولى أمره؟ السخو. ماكو لا غسل ولا كفن، لكن بلحظات الأخيرة دنا إليه الإمام السجاد. هسه التفاصيل خو مو كلها مذكورة، لكن لا شك أنه يأتي الإمام بطريقة الكرامة، بطريقة الغيب الإلهي، جالك من الكوفة إلى مصرع الحسين من بقى 3 أيام غير موارى، وجاء عن طريق الإعجاز الإلهي وتولى لك دفن الأجساد. على ما يذكرنا التاريخ شوي خلنا نتذكر هذا الشيء. يقول أنا الإمام السجاد يقول دنوت إلى أبي الحسين في لحظاته الأخيرة. هسه لا تريد تجي تفصل شلون طلع وشلون وصل وعداء، وانتو تذكرون انه كان عليل ومريض. خول ليش هاي احنا نخليها مطروحة بكل شيء بحياتنا، نسأل احنا نضع علامات الاستفهام، لكن هو يروي المعصوم. ما نجي نقول له انت شلون طلعت وكان عليك حرس والاعداء يمكن ما يخلوك توصل، كيف وصلت الى ذلك الموضع؟ شاهد كلامنا بانه يقول دنوت الى ابي الحسين وهو في لحظاته الاخيرة يجود بنفسه. قال بني اسمع مني، خل نسمع أنا وياك حتى نطبق. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. شنو يعني شباب؟ لا تظلم لك واحد ما عنده جماعة، ما عنده أخوة، ما عنده أولاد عم، تعبيرنا يعني ما عنده سند، ما عنده ظهر، ما عنده غير الله. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. فلما استشهد الإمام الحسن روحي له الفداء، عندما دس إليه معاوية السم عن طريق زوجته جعيدة بنت الأشعث، حملوا بني هاشم طبعا وجابوا إلى صخرة المختسب، خلوا النعش الشريف. على عادتهم هم يدرون أنه الإمام إذا يريد يتولى الغسل يكون المفروض الكل يخرج. الحاضرين الموجودين من بني هاشم التفت إليهم، حتى من أخوته من أبيه تفت إليهم قال اخرجوا أنتم، من ضمنهم العباس واقف موجود. هم أن يخرج العباس قال أخي عباس أنت تبقى معي، هو ما يحتاج أن يساعد بشيء،
لأن احنا عندنا بالرواية أن الملائكة تتولى أمر المعصوم في غسله أو في تغسيله، وعندنا رواية أخرى بأنه لا ينظر أحد إلى جسد المعصوم وهو عار، وإن نظر إليه ابتلاه الله بالعمى، ما ينظر إلى إلا المعصوم اللي من بعده. لكن الحسين هنا قال أخي لا تخرج أنت، ابقى معي. فسر هذا الكلام تبع، احتاج شوية أفسر لك لو كلام واضح. إذن مقامه شنو؟ مقام عند المعصوم، والمعصوم أعلم وأعرف بمقام أبي الفضل. هذا واحد. ذكرت لكم أنا أيضا عندما زحف العسكر ليلة العاشر راح يكون شيء، قل له أخي عباس انظر إليهم ما الذي أخرجهم، لكن قال كلمة تكشفن عن عظيم منزلة ومقام أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. قال أخي عباس اركب بنفسي أنت، اركب بنفسي أنت. يعني احنا بتعبيرنا شنو الدارجة إذا أريد نوضحها، يعني يقول للحسين العباسي يقول له أخويا أروح لك فدوة أنا. هيك المعصوم يصير يفدي نفسه لغير المعصوم؟ احنا ما نسأل المعصوم نقول له شلون نزلت نفسك لهالمقام هذا، لا، نقول له المفروض نقول للعباس بلغ أي مقام عندك حتى فديت نفسك إليه، حتى استحق أن تقول له أركب بنفسي أنت أخرج إلى القوم. هذا اثنين. الأمر الثالث، من نجي إلى زيارته نجد أن الإمام شي خاطبه، شي يقول له، يقول له لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة انتهكت بقتلك حرمة الإسلام. حرمة الإسلام لا تنتهك بالرجل العادي، بالإنسان العادي، إلا المعصوم. شلون الإمام المعصوم يقول له أنت بقتلك انتهكوا حرمة الإسلام؟ إذن أي مقام هو مقام هذا؟ أي منزل منزلته كانت؟ زين. كذلك نرى في الأمر الرابع بأن العباس عندما لم يبقى مع الحسين أحد، كلهم راحوا، قدم أخوته الثلاثة، ما بقى بالخيام غير هذين الشخصين. من أجل الحسين قائلا أخي ائذن لي أن أخرج إلى ساحة الحرب، ساحة القتال. الحسين من جاب أهل بيته وياه الرجال، جابهم علما غير يجاهدون، وبطبيعة الحال في وجود المعصوم يجب على من حضر معه لنصرته أن يقدم نفسه دونه، مو ينتظر أن يعطل نفس العباس يطلع الحسين يستشهد وبعدين هو ينقتل، لا، هذه قضية ما تصير عندنا بالإسلام. فلما وصل إليه حسين منعه أن يخرج. إيش قال له؟ قال أخي أنت حامل لوائي وقائد عسكري. شوف، حامل اللواء وقائد العسكر، أسأل منكم العسكر بمن يتمثل؟ يتمثل يكون العسكر بوجود عناصر القوة والجيش. وين عسكر الحسين؟ عند عسكر الحسين شان؟ يقول له أنت حامل اللواء وقائد العسكر، إذا قتلت يتشتت شملي وعسكري. عجيب، أي كلام جاي ينزل الحسين هذا؟ شو يريد يقول؟ هو ما عندك أحد أبا عبد الله، أنت هو بس أنت وأخوك العباس، أي عسكر هذا اللي راح يشتت شملك وجيشك وأمرك؟ يريد يقول الحسين كأنه بلسان الحال بأن في وجودك يا أبا الفضل عسكر كامل، عسكر متكامل، أنت أنت تمثل عنصر القوة. لذلك ادخر للساعات الأخيرة خلاه ومنع أنه أن يخرج، وإجا متوسل، كما أنه إذا دخلنا إلى المصيبة راح نفصل هذا. كذلك نرى بأن للعباس صلوات الله وسلامه عليه مقام عظيم قد كرمه الله فيه. شنو هو؟ شيخ جعفر التستري رضوان الله تعالى عليه، صاحب الخصائص الحسينية، كتاب الخصائص، هذا رجل مجتهد عالم، هذا كان يصعد على المنبر بالصحن الشريف يخطب بمئات من العلماء وأهل الفضيلة، طلبة العلوم كلهم حاضرين عنده، يصعد المنبر يخطب بهم. ذاك اليوم إجا فرد واحد من الطلبة قال له سماحة الشيخ اليوم نحب أن يكون حديثك حول شخصية أبي الفضل، كلمنا عن العباس الليلة. صعد، إيش قال الشيخ؟ قال ماذا أقول عن رجل قبل يديه ثلاثة من المعصومين؟
أو بالرواية أربعة من المعصومين، أربعة من المعصومين قبلوا كفي أبي الفضل العباس. أولهم أمير المؤمنين بولادته، من جابوا إلى مخلينا بخرقة قماش، قطعة قماش، استخرج إيديه الصغار طلعهن، قبلهن أمير المؤمنين، قبل يدي أبي الفضل. الشخص الثاني من هو اللي قبل؟ قبلهن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من وقعن اتقطع عن الكفوف وصل إليهن، حمل اليمين قبلها، حمل الشمال قبلها، هاي اثنين. الثالث منه عندما سقط أبو الفضل على نهر العلقمي في ليلة الحادي عشر، الإمام الباقر كان عمره سنتين بواقعة الطف على ما يذكرون، سنتين، لأن برواية يقولون أنه كان أنه الإمام قد ولد في سنة 58 من الهجرة، يعني عمره سنتين تقريبا. وصل بالليل وقبل كفي أبي الفضل. الشخص الثالث منه هو الإمام السجاد، من إجى إلى دفن الجسد الشريف، أيضا حمل هذين الكفين قبلهما. شاء الله سبحانه وتعالى أن يترك عنوان الوفاء والطاعة والتصديق والتسليم من أبي الفضل لأخيه الحسين حتى بقطع يديه. صار لهن مقامات، مو احنا عندنا استئذان بالزيارة، تجي تستأذن عند الباب وتوقف عند الرواق وتوقف عند عتبة الحرم وتقف عند القبر. العباس الاستئذان يختلف مالتك، أنه تجي تستأذن عن طريق الكفين القطيعين، حتى يقولون أنه كانوا من علمائنا إذا إجى إلى كربلاء وراد يزور الحسين ينحرف إلى قبر أبي الفضل أولا ثم يأتي إلى قبر الحسين بعد ذلك، مو لبيان أنه العباس أفضل من الحسين، لا، شريد يقول، يقول أن العباس هو باب الحوائج إلى الله، باب حوائجنا عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فاللي عنده حاجة لازم يجي يطرق الباب، فأنا آتي إلى الباب أطرقها أولا ثم أمضي إلى الحسين بعد ذلك أجي أزوره. كذلك العباس تميزت شخصيته بألقابه، ساق العطاشة، باب الحوائج إلى الله. وهذه الأسماء طبعا أو الألقاب إجت من أفعال كل معصوم، إلى ألقاب مو لقب واحد، كلها منين تجي؟ هذه تجي من أفعاله، من حركته، مما يقدم. أبو الفضل قدم ما قدم، مثل ما بينت بأنه أشهد لك بالتصديق والتسليم والوفاء والنصيحة. التصديق بمن؟ أنه صدق الدعوة الحسين بأنه خرج لغاية أو لغرض الإصلاح، قال إني خرجت لغرض الإصلاح في أمة جدي حتى آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، اتمثلت الإصلاح بوجودك. والتسليم، سلمت أمرك وأمر أخوانك بيد الحسين، بيد إمام زمانك. ترى العباس مو طلع ويا الحسين لأنه أخوه، لا، مو بهالعنوان طلع. تشوف أنه لما قطعوا يمينش قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني، كمل لي، وعن إمام صادق. قال عن إمام، ما قال عن أخ، عن إمام صادق اليقيني، سلمت أمرك بهذا الشكل. والوفاء، أي وفاء هذا؟ اللي يتمثل بوصوله إلى نهر العلقمي من كشف القوم 4000، تجينا التفاصيل بالمصيبة، من نزل للماء مولانا اغترف من الماء غرفة. يعني العباس بهاي مقاماته، راح أنزل قيمته بهذا الحديث إذا ما أفهمه شنو، اغترف من الماء غرفة وأدناها إلى فمه فتذكر عطش الحسين فرمى الماء من كفه. هو مناسي مو تذكر أنه العطش بيمن، ذكر الحادثة ذيك اللي وصى أبو أمير المؤمنين ليلة شهادته، قال: بني عباس، إذا ملكت الماء يوم عاشوراء فلا تشرب قبل أخيك الحسين، لا تشرب من عنده. لذلك شريد يقول هو ومناسي من حمل الماء ماي بارد. شوفوا الإمام الصادق شلون يوصف يا جماعة، حديث يقطع القلب، يقول: والله إن قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظمأ. الله 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 الله، شايف الجمر؟ شايفينه جمر، الجمر من يتوقد، شايف شلون تكون نار إلى صالية يسموها،
ألسنة اللهب اللي تطلع منه، هاي الصالية يسموها كصالية الإمام المعصوم يقسم. هذا مو حديث مجاملة، إن قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظمأ، فلما أحس ببرد الماء رمى الماء من يده وقال ما شربت بارد الماء وأبو عبد الله عطشانا. شنو يقول؟ دن الماء لشفافه، الماء البارد هذا شنو يقولها للنفس؟ يقولها نفس هذا الماء شوفي شوفي كثر بارد، لكن أنا ما راح أخليش تتروين، خلنا نقل لك فرد حادثة حتى تدخل بها للمصيبة. شو تسولف اللي لعن أبو فاضل؟ ما أدري والله. يقولون أكو أحدهم حضر في مجلس في كربلاء وكان فيه بعض العلماء جالسين، تناول الخطيب قضية أبو الفضل، يعني حكي عن شخصيته. من خلص المجلس اجدنا إليه قال له مولانا أريدك تتحدث لي عن أبي الفضل بحديث لم يسمعه أحد، كون فرد حديث ما حد سامعه، فرد قضية ما حد متناولها. يقول أخذ إيده وطلعه وقف بين الحرمين قال له شوف أنقل لك فرد الشيء. نحن نعلم أن الإنسان عندما يظمأ يذهب إلى الماء، إذا وصل إلى درجة الهلكة الموت يعني، صار واجب عليه أن يسعى ويبحث عن الماء حتى يروي نفسه حتى لا يموت لا ينقتل بسبب العطش. العباس منع نفسه ما شرب، صحيح؟ قال لي احنا عندنا بالرواية الثابتة بأن أرواح الخمسة أصحاب الكساء صلوات الله عليهم أجمعين تحضر في الاحتضار، لحظة الاحتضار لحظة الموت، وإن أرواح الخمسة أصحاب الكساء حضروا عند أبي الفضل وقدم رسول الله كأسا من الماء لأبي الفضل، هاي عن المعصوم يرويها، فقال لن أشرب الماء حتى يشرب قبلي أخي الحسين، يعني حتى بالجنة هناك عند الله. شنو هالوفاء هذا يا جماعة؟ هذا وين تلقى الوفاء؟ هكذا كان أبو الفضل صلوات الله وسلامه عليه. لذلك من قدم أخوته تقدموا حتى أرزأ بكم، عبد الله وعثمان وجعفر طلبوا الإذن للحسين أذن لهم. من طلعوا للمعركة قاتلوا قتال الأبطال، قتلوا جماعة كثيرة، تدري واحد مقابل جموع كثيرة. طبعا أكو الحسين كانت عنده خطة صلوات الله وسلامه عليه، كان يفضل القتال الانفرادي المنفرد، يعني شنو؟ واحد واحد يطلع لهم الإيمان وعقيدة ذولة. لذلك بالمقتل تسمع يوم عاشر أن أحد الأعداء صاح ويحكم هؤلاء أهل البصائر، ذولة أهل البصيرة، وفرسان المصر لئن برزوا إليكم وحدانا قضوا عليكم. ليطلع واحد واحد لكم ترى يقضون عليكم كلكم يقتلكم ذولة السبعين، فش يسوون؟ إذا طلع الواحد فهجموا عليه من كل جانب، احتوشوه من كل جانب. لذلك عابس السوبة، عابس بن شبيب الشاكري كان رجلا شجاعا شريفا مجربا، كان من المؤمنين من الصالحين من حملة القرآن من قراء القرآن. يقول يشد على هالمجموعة يعرفونه بطل ما حد يثبت قدامه، يشد على الميمنة يهربون، على الميسرة يهربون، على القلب يهربون، يتطشرون من بين يديه. ماذا فعل؟ كسر رمحه ورمى درعه وكسر سيفه ألقاه وخلع ثيابه، يعني بقى بالسروال الأخير، وشد عليهم حاف الأقدام مكشوف الرأس بلا سلاح وهم يفرون من بين يديه. قال ويحكم يا أهل الكوفة اقتلوني، إن لم تقتلوني من الذي يقتلنا؟ قالوا ما بك يا عابس أجننت؟ أكو واحد يسوي سوايتك هذه تحمل على القوم بغير سلاح؟ قال إن حب الحسين أجنني، ما أشوف أنا شيء إلا الحسين، ما أشوف بعيني شيء، أنتم ما تهموني كلكم، كأنه أنتم مثل الدود مثل النمل أطأكم بقدامي بقدمي. كان الحسين عنده هاي الخطة يفضل بها. لذلك العباس من قدم أخوته وكمل إجل الحسين شوي، خلي أفصل لك الموقف هذا بس أريدك تتخيل كأنهم نفسك أنت واقف والشاهد. وصل إلى الحسين منكس رأسه قال أخي، قال يا ابن رسول الله
لقد ضاق صدري وأريد أن أخذ بثأري من هؤلاء المنافقين. قلت الكلمة: أنت حامل لوائي وقائد عسكري، إذا قتلت يتشتت شملي، أخي ارجع إلى الخيمة. أمر معصوم خو، وصحيح جاي يجاهد، بس إذا ما إذل المعصوم يقدر يجاهد بعد، يكون عاصي وصاحب البصيرة، شهدوا أنك مضيت على بصيرة من أمرك. رجع، بس وين رجع؟ أمثل لك. زينب وين خيمتها؟ زينب خيمتها بالوسط، يعني بتعبيرنا قلب بين الضلوع، مو على الميمنة خيمة الحسين سلام الله عليه، على الميسرة خيمة أخيها العباس، أمامها وحولها يحوطون منه بني هاشم، مخيم الأنصار على جهة. حسين ضرب لك خندق حول الخيام حتى يكون القتال من جبهة واحدة. اجى طلع من خيمة الحسين لكن مهموم. العباس كانت عنده علامة ينبض فيه العرق الهاشمي إذا غضب. زينب هي مربيته وهو طفل، أخذته ربته هي أخته، خطف بتعبيرنا من يمها راح لخيمته. شعرت أن العباس مهموم، اجت إلى وجدت العباس جالس حزين، قد علت وجهه الشريف سحابة من الكآبة والهم. اجت عند أخي: ما بيك نور عيني حبيبي أبو الفضل، ما عندك؟ شوفك مهموم. قال: أخي لقد منعني أخي الحسين أن أبرز إلى ساحة القتال، أنا مو هذا اليوم اللي ادخرني والدي بي. الحسين درى زينب راح أنه تروح لخيها لأنه مهموم، إجا من وراء الخيمة من سترها ينظر. ماذا صنع زينب؟ راحت جابت عبد الله الرضيع عمره 6 أشهر، وقفت أمام أبي الفضل: أخي عباس، أترضى يموت رضيع الحسين والماء طام لطلابه، وأنت ابن ملافة غيره، ولا نسب يكون كانتسابه؟ قال: ماذا تريدين أخي؟ قال: تحمل هذا الطفل لعلك تستطيع أن تسقيه شربة من الماء. هي شتري زينب؟ ترى حتى من تلقت الحسين وانطلع عبد الله الرضيع كانت تريد تجلي الهموم عن قلبه، لأن الطفل نشوفه حقيقة ترتاح نفسك، تنفتح نفسك، تنجلي همومك. الحسين شاهد هذا المنظر، اجا مسرع من خيمته أبو علي، شي صيح: أخي زينب لا تكسري ظهري، دعي ولد الرضيع يموت وأخي العباس يسلم، خلي وليدي يموت بس أنا أريد أبو فاضل يبقى سالم. شي قلها بلسان الحال يا مؤمن، يقلها يا دخل لي روح عبد الله. ما أدري اللي على حوائج مستعدين، أنت حضرها لحاجتك، حضرها إذا عندك طلب، إذا عندك مريض، بعد هذا باب الحوائج ونطرق باب الليلة. يقلها يروح عبد الله يا فدوى لي من تعضيدي، وإذا سالم يظل عباس فدوى يروح لوليدي. أخبريك يا أختي يا زينب، أخبرك خويا هو هيدي، أبو علي تراه تنقطع يمناه يم النهر وشمال. شعر الحسين بأن العباس قد ضاق صدره، لذلك هو إجا الإمام سلام الله عليه بنفسه، قال: أخي عباس، أخرج واطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. حمل القربة وضعها على كتفه، ركب جواد بينما هو يسير أمام المخيم، وإذا بالصوت من ورائه: عم أبا الفاضل قفلي هني عاين. وإذا بها سكينة، إجا السكينة شعدها شتريد، أشد الأطفال أو النساء عطشا كانت هي، جايبت لها قربة خالية. أسألك شوية حتى تخلي الصورة ببالك، لما يكون القربة هي من جلد، لما تفرغ 3 أيام وحرارة شمس شو تصير؟ ها؟ تصير كالحجارة، موت يبس. جابت القربة خلتها بيد عمها، قالت لعم أبا الفضل: قلب هذه القربة بين يديك وانظر كم هي يابسة. قال لها: بلها يا بني. قالت: يا عم والله إن قلبي يبس منها.
قال لو نعمنك عينا لنعود إلى المخيم إلا ومعي الماء. فرحة سكينة هنا أخذت الأطفال كلهم الخيمة أبو فاضل هناك قعدت. جاء العباس إلى القوم حذرهم لم ينفع معهم التحذير ما فادوا ياهم الكلام لازم هو ما عنده رخصة حرب ارجع للحسين ياخذ من عند الإذن. عاد أبو الفضل إلى المخيم مر أمام خيمته شاف سكينة مجمع الأطفال بخيمة العباس بخيمته يعني تقولهم ارفعوا أيديكم إلى الله واسألوا منها يسلم عمنا العباس حتى يأتينا بالماء سالما. غضب هنا ركب الجواد طلع لهم شد عليهم صار يزئر فيهم أنا الذي أعرف عند الزمجر بابن علي المسمى حيدر أين تفرون اليوم يا كفر. كشف الخيل والرجال عن المشرع نزل إلى الماء هو عطشان وملك الماء كل يمه نزل إلى الماء صار يلاعب الماء بكفه يعني يشيل الماء ويرد إلى مكانه ولكن لما شعر صار يخاطب نفسه يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنهون وأنت تشربين بارد المعين. يلا هالطور اريدك وياي تقراها شلون اشرب واخويا حسين عاد. يلا 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 شباب كلكم ها شلون اشرب واخويا حسين عاد وسكنا والحرام واطفال رضعان وضين قلبي العليل التهاب نير. الله يساعدك إذا ساعدني إن شاء الله. وضين ما تقرب والعمر قصر ملأ القربة وشد وكاها فصاح الأعداء ويحكم لئن أوصل العباس الماء إلى عيال الحسين وحريمه وشربوا منه لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم حولوا بينه وبين الوصول. أجركم الله كان أبو الفضل يفكر أن يذهب بطريق مختصر إلى المخيم فقصد طريقا آخر بين النخيل فصاح الشمر ويحكم ما تنتظرون به امنعوه من الوصول. أبو الفضل ولم يبالي بهؤلاء همه أن يوصل الماء إلى عيال أخيه جاءه لعين مستعيد شو الصيح إذا نمر بالمصيبة ها كان يسير بين النخيل وإذا بلعين ضربه على يمينه الله أكبر كبر كبر يا أخويا كبر الله أكبر فأخذ الجود واللواء بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين فكمن له زيد بن الرقاد الجهني من وراء نخله فلما مر به أبو الفضل ضربه على شماله. كبر كبر أريدك أسمع تكبير منك كون ها لأن الحسين صاح الله فأخذ الجود واللواء إلى صدره وقال قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حروى النار. شوف كل همة وهمته أن يوصل الماء ما نبالي بقطع يمينه ولا بشماله
عند ذلك نادى الشمر ويحكم ارضخوه بالسهام، فجاءته 4000 نبلة. الله أكبر على شخص واحد، ها سهم، هذا السهام الشديدة ها اللي يذكروهن، سهم أصاب صدره وسهم أصاب نحره وسهم أصاب عينه وسيده، هذا كله ما مهتم لما مهتمها، وسهم أصاب القرب فوريق ماءها وقف عباس من شقه والجرب وتحيا يا رحيرتي المكسور قلب. أرد أنقل لك هالرواية هذه. العباس طويل القامة، شلون قدروا يضربوه بالعمد على رأسه؟ مو هذا العمد، بعد العمد الحديد هو اللي فجع الحسين، هذا العمد سبب أنه وصوله إلى رأسه، أن السهم كان بعينه، خيله بعد على ظهر جواده، لا يمين ولا شمال حتى ينتزعه. ماذا صنع أبو الفضل؟ صف ركبتيه، وضع السهم بينهما، أراد أن يسحب السهم بهذا الشكل يعني. وإذا بعدو من الأعداء جركم الله ضربه بعمد الحديد. شمتاني يا أخويا شمتاني، صيح وعباسا أيوا سيدا عند ذلك سقط أبو الفضل على وجهه. شيخ كاظم السبتي رحمة الله عليه أبرز الخطباء في النجف قرأ مصيبة العباس ليلة 7. أنا ما أمر برؤية وكذا، أنا مو ما أؤمن بيها، لا، بس أريد من عندك تتفاعل المصيبة شوية. يقول نمت ذيك الليلة وإذا بي أرى العباس في عالم الرؤيا سلام الله عليه. قال لي يا شيخ كاظم لم لا تقرأ مصيبتي على شيعتي؟ قلت له سيدي أنا هاي الليلة 7 كل مصيبتك ذكرتها. قال له لا بس أكو مصيبة صعبة ما ذكرتها هذه. قلت له شنو سيدي؟ قال اخبر شيعتي قلهم أن الفارس إذا سقط إلى الأرض يتلقى الأرض بيده. أنا مقطوع اليمين والشمال والسهام في صدري ونحري، تلقيت الأرض بالسهام. عند ذلك نادى رافعا صوته أخي أبا عبد الله أدرك أخاك. الحسين اضطرب حاله يا جماعة، زينب شاهدة الحسين تغير حاله، قالت له خير أبو علي؟ قالها أخي زينب لقد سقط أخي العباس. قالت لقد يكون متألم مجروح؟ قالها لا لا لا، ما دام صاح لي أخي حسين معناه راح يودع أبو فاضل. قاعد أمام الخيمة الحسين يبكي على أخي، يقول ما شعر إلى كف ناعمة صغيرة تمسح دموعه. التفت هاي سكينة واقفة، ها أبو يا حبيبتي؟ قالت له أبا يا حسين روح العمي العباس قل له سكينة تقول ما أريد الماء، أريدك ترجع سالم يا عمي. لما إجا النداء للحسين وركب جواده ومضى إلى مصرع يا أخي، إذا أكو واحد مفجوع بأخي الله يعينه ويساعده. يا خويا الساوق يا عبيتي علي، هلا 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 بيك أبو الغيرة ويا الحسين انعها. يا خويا الساوق يا عبيتي، يا خويا الساعد وش ما تبي، يلا يا غيور يلا. يا خويا مني أنا جات لي أكل مني وتقضي بالشمس والعطش والحر. العسكر من وقع العباس ودروا الحسين راح يوصل، الكل تكتر على مسافة يشوفوا الحسين ايش راح يسوي. وصل الحسين صار يحوم حول جسد يا اخي، يفتر على جسدها.
إلى أن يقول بعد ما وقف يتأمله ألقى بنفسه وانقض كالصقر عندما ينقض على فريسته. قعد عند رأس أبو فاضل لاكو موضع يقدر يقبله، السهام مزقت جسده، مفضوخ الهامة، كان مغمى عليه من شدة الضربة. جلس الحسين عند رأسه صاح أخي عباس، ماكو جواب، نور عيني عباس، صاح ثالثا لم يكلمه. بعد لحظات تحرك أبو فاضل، هو ما يشوف ترى، لأن عينه وحدة طفاها السهم والثانية جمد عليها الدم اللي نزف من رأسه، وما عنده إيدين لا يطلع السهم ولا يمسح الدم. حس بحركة رجل، قال يا هذا أقسم عليك بمن تعبد، إما إلا ما أمهلتني فواق ناقة، حتى يأتي إلي أخي وابن والدي أودعه ويودعني. صاح الحسين أخي عباس أنا أخوك. قال سيدي ضع فمك على فمي، وضع فمه على فمه وراح يقبله. وإذا بهاي اللحظات أغمي على أبي الفضل، صاح مرة ثانية إلى أن أفاق المرة الثالثة. لكن هنا يقولون لما انتبه أبو فاضل وشعر الحسين قاعد يمراسه ويبكي، قال أخي علام البكاء يا ابن رسول الله، أنا فداء لك. قال أخي عباس لا أدري على ماذا أبكي، على السهم الذي أطفأ عينك، أم على اليدين المقطوعتين، أم على الهامة المفلوقة. أنا أدري بيك راح تتز هنا بهذا البيت إذا سمع شوية وتتمعن بي. شي قل له أبو فاضل، قل له إيدي الاثنين وجروح اللي بجسمي وعينها وصبيها المدمي، خويا خويا أهون من قعدتك هاي يمي. تزيت عرفت المعنى؟ لو ما عرفت أنا يقول له عمري كله أنا ما طلبت منك شيء يا أبو علي، أنا الأبكي. قال له على ماذا تبكي أخي أبو الفضل؟ قال له سيدي أنا عمري كله ما قعدت بين يديك احتراما إليك، وإذا أنا مطروح على الأرض وانت جالس على التراب يا أبا عبد الله. خويا خويا أريد منك طلب يا أبو علي. قال له خير، اطلب، قل ما تريد يا أخي. قال له سيدي ترى حالي، أدر بوجهي إلى جهة النجف، دير قلبك ويا لأمير المؤمنين، ها دير وجهي إلى جهة النجف. هذا البيت هنا إذا تتمعن به شوية ألمكي ألمك ترى يصدع قلبك. يقول الحسين حمل راس أبو فاضل دار إلى جهة النجف، الصاح العباس بويا علي أنا من حسين أخويش كثر خجلان يا أبوي. ليش ليش بعدني؟ اسمع اسمع اسمع، تفجرت بالبكاء ما أدري عرفت المعنى. بويا أنا من حسين أخوي إش كثر خجلان، ليش عد راسي يجوى عد على التربة. بعد لحظات فتح عينه، قال له أخي حسين ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد حملك إلى المخيم. قال لا يا أخي، أنا عمري كل ما قلت لك لا وعارفتك، خليني بمكاني لسببين، الأمر الأول أنت راح تحتار بي، الموت نزل بي، والأمر الآخر إني وعدت سكينة بالماء ولم أفي لها بالماء. يا أخو يا حسين خليني بمشى. إيه 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 صيح صوتك راح نختم بعدها راح تنتهي المصيبة. يا أخو يا حسين خليني بمشى، أنا راح أنزل وياك راح أنزل وياك، وريدك الكل يقرأ. يا خويا حسين خليني، بعد بعد بعد، يقل لي يا زهرة زما، صيح صيح. يا خويا وعدت سكنة ترى بماي ومستحي منها وما قدر. يا خويا ما درت لأنك رمي، لا تبرد لا تبرد، وهي برجواك تسجيها ماي. أفاق العباس مع ذلك، قال أخي أبا عبد الله
عندي وصية أريدك توصلها. المن؟ المن الوصية؟ إلى أختي زينب. شو تريد خويا؟ قال له إذا رجعت لزينب وعادت للمدينة خل تخبر أمي أم البنين أني لم أقصر مع أخي الحسين. قال له حاشاك يا أبو فاضل ما قصرت يا أخويا بعد. قال له عندي وصية أخرى يا خويا حسين، سلم لي على ختمة خويا حسين. انشي على ابو فاضل لو بعد شو تقول؟ ها بالآهات بالآهات يا خويا حسين، سلم لي على اخي عليك العباس صيح. آه اختنا وقلها المنية فارقتنا وصاني أقل سكنة لتيتن. وصاني أقل سكنة لتتنة بعد هيهات أجيب الهمية. خويا حسين خويا أبو فاضل بخوتك ما من مثيلك، خويا يا عضيدي خل اشيلك. ليش تودعك زينب وسكنه وعليلك؟ يقل له مشيل سكنه شلون ممشاي. والله محتار يا جماعه شلون اختم ما ادري شلون. ابو فاضل مات شلون؟ جالس الحسين عند راسه اغمي على بالفضل، صاح الحسين اخي عباس ثلاثا. فلما افاق أدار بوجهه، ما أقدر أقول عينها لأن يا عيني اللي ينظر بيها، أدار بوجهه إلى أخيه الحسين، صاح أخي أبا عبد الله في أمان الله. الله وياك يا أبو فاضل، الله وياك يا أخو زينب يا حامي الضعينة. أخي في دعة الله فشهق شهق وتشهد الشهادتين ومدد رجليه، ما عنده دين حتى قول مددهن ولا عين حتى قول غمضهن، وفارقت روحه الدنيا. رحم الله من نادى وعباسه وسيداه، أيوة مظلومة. قام الحسين منحني الظهر سار إلى الخيمة، زينب واقفة لكن الإمام اضطرب حاله، الإمام السجاد راحت إليه شوية. عايش هاي الحدث، هاي أهم من المصيبة تراها. يقول أوقفت فضة على باب الخيمة، قالت لها نظري لي إذا عاد الحسين ويا أبو فاضل سالم تعاي بشريني. لحظات وإذا فضة اجت تركض لزينب، مولاتي هذا رجل رجل منحني الظهر مفرع الرأس لحيته بيضاء. الله أكبر. اجت زينب وقفت عند باب الخيمة، شاهدت رجل من بعيد، صاحت يا هذا ابتعد عنا، نحن بنات أمير المؤمنين، الحسين موجود، إذا رآك عند الخيام لا يرضى ذلك لكن هو يقترب. قالت ابتعد عنا وإلا شكوناك لأخينا الحسين، وإذا به ينتحب باكيا يا زينب أهنا الحسين. تقل له شو جيتني وحدك يا حسين، ابن حابن والدك حامل ضعن وين؟ يقل لها يا زينب راح ساعدني ساعدني. يقلها يا زينب راح عباس، راح العضيد اللي يرفع الراس. وصل للخيمة الحريم ورا تمشي، اجى بالمباشر دخل الى خيمة ابي الفضل، جر عمود الخيمة، سقطت الخيمة الى الارض. بعد المن الخيمة منصوبة خيمة ابو فاضل. لما نظرت ذلك زينب صاحت ايوا اخاه ايوا عباساه، وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. هذا الأمر الآخر، ها صاح الحسين وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل.
عاد لما صار ليالي 11 أرد أختم بعد هنا. لما صار ليالي 11 زينب رأت واحد واقف على باب الخيمة، صاحت: أنت لنا أم علينا؟ قال: لا لكم ولا عليكم، ولكن رق قلبي لحالكم فجئت لحمايتكم. اختنقت بعبرتها، مسكت إيد سكينة وأخذتها: اشتردين عم وين؟ سكنة يا عم قومن وياي. وين؟ وياي للعلقمي وعباس علما. أقل يا أخويا ونور عيناي، أنا عقبك صفيت بولية عداي، منين أجيب منين أجيب أخويا لجفن منين أجيب. اليوم نامت أعين بك لم تنام، وتسهدت أخرى فعز منامها. إن شاء الله ما تطلعون من هالمكان المبارك إلا بحوائج مقضية وقلوب فرحان إن شاء الله. ارفعوا أيديكم بهذه الدموع الطاهرة على مصابئ بالفضل، ارفعوا أيديكم إلى الله. اللهم إنا نسألك وندعوك بباب الحوائج أبي الفاضل، اللهم بيمين أبي الفاضل ارزقنا اليمن والعافية، اللهم بيسار أبي الفاضل يسر لنا كل أمر متعسر، إلهنا ببصر أبي الفاضل ارزقنا البصيرة في ديننا ودنيانا، يسر أمورنا اقضي حوائجنا شافي مرضانا يا الله، لا سيما من أوصانا بالدعاء ومن حضر مجلسنا المبارك هذا. اللهم وفق الحاضرين والسامعين والباذلين والمساهمين في إحياء هذه الذكرى. بعض الأخوة اللي كان لهم دور بس أنا ما يحضرني اسمهم، اللي كان عنده مساهمات كأنه حضور في هذا المأتم المبارك، نذكر أمواته أيضا بالفاتحة. أحد الأخوة أيضا ابن أخوه مستشهد وطلبوا من عنده أن يذكر، أيضا نذكر إن شاء الله بأجر وثواب هذه المآتم. لا تنسون أمواتكم أخواني، ذكروا أمواتكم، قولوا بنفوسكم: اللهم أشرك معنا أمواتنا في أجر وثواب هذا المأتم، وجميع الشهداء وخدمة الحسين من وجب حقه علينا، من أوصانا بالدعاء، اللهم يسر كل أمر متعسر يا كريم. بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين، الليلة الحسين ظهر من حني، الليلة الحسين يبكي على أبي الفضل، الليلة الزهراء مفجوعة، زينب أهل البيت كلهم مفجوعين، فأنت هاي الفاجعة اللي تريد تساهم بها اظهرها يا أخوي. الليلة أريد من عندكم تهتمون بمجلس العزاء، الملا راح يصعد إن شاء الله، وأرجو من الله التوفيق لنا ولكم لهذه الخدمة. ليذكرني بالدعاء قول: اللهم وفق لخدمة الحسين. بس هذا اللي أرتجي. صلوا على محمد وآل محمد.